of all, from this figure, we can see from this triangle, CAB, where FAB. These two triangles, السايد اي بي هو مشترك بين الـ بين المثلثين زين عندنا تان ثيتا راح نفترض انه تان ثيتا تساوي اي بي على سي بي وتساوي لي بالنهايه اي بي على ار اوكي ومن المثلث اي اف اي بي تان 2 ثيتا تساوي اي بي على اف بي وراح يساوي لي اي بي على اف بالتقسيم ديفايدنج تان ثيتا على تان 2 ثيتا راح يساوي لي اي بي على ار واي بي على اف وبخت بحذف ال AB من الطرف من الأعلى والأسفل راح تطلع عندي F على R يعني إنه tan theta على tan 2 theta راح يساوي لي F على R هنا راح نفترض إنه theta is very small so for small theta tan theta equal to theta and tan 2 theta equal to theta فراح تكون نتيجة عندي theta على 2 theta تساوي لي F على R وبالنهاية باختصار theta راح تكون F تساوي لي نصف R فهذا عندنا اشتقاق مبسط للقانون اللي راح نستخدمه به كثير من الابليكيشن F تساوي نصف R Now we are going to take the ray diagram for the concave mirror For concave mirror يعني احنا راح ناخذ نفترض انه الاشعة القادمة راح تكون عندي عدة حالات زين وايضا موقع الجسم بالنسبة للمرر concave mirror مثلا هسه هذا الرسم عندي فيجر 14 راح يكون عندي هو مختصر للحالات المختلفة مثلا if the image if the object العفو هو beyond the sea the figure or the image will be real and inverted and reduced يعني حقيقية ومقلوبة ومصغرة وهكذا إذا كان بين السي والاف راح تكون الايمج real inverted enlarged وإذا كانت بين ال F وسطح المرآة راح تكون virtual upright and enlarged. هنا مثلا على سبيل المثال بيعطيني الحالة الأولى if the object is beyond the center of curvature. So the image is will be real, inverted and smaller than the object يعني reduced. فهذا هو الري diagram مالتها. الحالة الثانية if the object is between the mirror surface and the focal point. The image is will be virtual upright larger than the object. Now we are going to have an homework if the object is between the center of curvature and the focus point. This is the figure. From the figure we can see that the image will be enlarged and inverted and real. وهكذا بالنسبة للحالات الأخرى راح تأخذ كهومورك بالنسبة لكم. نجي بالنسبة للحسابات الإكزامبل هنا أنا. Real image is formed by a concave mirror 2 سنتيمتر high يعني ارتفاعها 2 سنتيمتر Object is placed 7.10 سنتيمتر from the concave mirror whose radius of curvature is 10.20 سنتيمتر Find the location of the image and its size يعني ارتفاعها وموقعها هنا انطاني B اللي هي 7.10 انطاني ال H 2 انطاني ال R فالقانون يقول 2 على R يساوي 1 على B زائد 1 على Q فبالتعويض راح تطلع لي عندي ال Q هي 18 سنتيمتر اذا الصورة هي real image since it's positive لو كان سالبة فراح تكون الصورة هي virtual بالنسبة لل magnification اللي هو H bar على H هو يساوي minus Q على B بالتعويض راح تطلع لي H bar راح تساوي لي 5.1 فإذا هي magnified and inverted. بالنسبة لل convex spherical mirror فهذه tends always diverge incident rays يعني دائما تحاول إنه هي يصير تباعد الأشعة الساقطة عليها. The object is in front of convex mirror. The image will be always virtual, upright, and smaller than the object. I mean, reduced. راح ناخذ example نظري. A convex mirror is used to reflect light from the object placed 2 cm in front of the mirror. The focal length of the mirror is 46 cm in back of the mirror. Find the location of the image and the magnification.
مربع الصورة والتكبير ايش قد راح يكون. ف since the focal length of the convex mirror is negative, فاذا f تساوي ناقص 46 سنتيمتر راح نعوض 1 على f تساوي 2 على r, 1 على f تساوي 1 على p زائد 1 على q. بالتعويض بالارقام راح ينتج عندي انه 1 على q يساوي لي سالب 0.037 سنتيمتر ناقص 1. بالنتيجة بنقلبها راح تطلع لي q سالب 27, يعني بهيج حالة انه الصورة هي راح تكون خيالية since it's negative. الماجنيفيكيشن ماينس q على p, فراح تطلع التكبير 0.41. image is upright and reduced. هنا بما انه صار هو التكبير هو اقل من 1, فاذا هي الصورة راح تكون مصغرة. وهذا طبعا عليه العديد من التطبيقات الرياضية والامثلة.